أعيش في فرنسا وأشتغل ليلا ولا أستطيع أن أصلي الجمعة. نعم. أعيش في فرنسا. نعم. وعملي في الليل وتفوتني بعض الصلوات ولا أستطيع أن أصلي الجمعة، هل علي إثم؟ إذا كنت ما تستطيع تصلي الجمعة فأنت معذور، أما إذا كنت تستطيع وتسمع النداء فيجب عليك الإجابة، تصلي الجمعة والجماعة مع المسلمين. أما إذا كنت ما تستطيع، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، حسب الاستطاعة. نعم.